احنا ليس لنا يعني كل الذين يعملون اساس زي ما اعلنا قبل كده بيعمل بشكل سلمي وبيعمل للحفاظ على المسار الديمقراطي. احنا اهلا وسهلا بكم. الخروج عن المسار السلمي او عن المسار الديمقراطي. اخر سؤال اخر سؤال يا فندم اخر سؤال. انا قلت انا دلوقتي بس دكتور انت خدت كل قوه يناير موقف على من يؤمن يحدد كله اول واحده بس ليس مكان مصالح الثوره برلمان شيء سيء ان يدفع مواطن مصري يتنازل عن جنسيته اللي هي شيء فاضل وشيء نعتز به كلنا من اجل ان ينال حريته. هاخد كلمه اولى ان المصري اللي مازال محبوس ضمن المجموعه دي يطلق صراحه. دكتور